اليوم نعيش فرحة كبرى، فرحة أكبر من الفرحة نفسها، لأن منتخبنا الوطني ماشي حقق الانتصار، حقق رباعية كاملة وفرح الشعب المغربي وعلى رأسه جلالة الملك محمد السادس إن شاء الله. هانتم كيف ترون اليوم مدينة العيون، الناس مارقة والناس تكلم، شوف شوف هذه فرحة كبيرة، يعني شكرا للقشع، فشكرا لفوزي القشعري الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اللي في الحقيقة أنه قدر يوصل المنتخب الوطني إلى قطر. ذاهبون إلى قطر، يا قطر حنونا، رانا جايين لكم إن شاء الله من المغرب من مدينة العيون، لا ينحضروا إن شاء الله، وهذا الجمهور يستحق كل التقدير، وهذا الجمهور يستحق كل الحب وكل التشجيع. احنا فرحانين بزاف بهذا الرباح، وديما المغرب وفيفا ماروك. الحارس بونو ودادي، الله يجيب ليه الشيفا، الله يجيب ليه الشيفا، تضرب ضربه خايبه. الحمد لله مبروك علينا التأهل، وان شاء الله كاس العالم هذه المره غنديروا المحسن ان شاء الله، التوفاع ان شاء الله للمنتخب التونسي حتى هو، وعرض لك المنتخب الجزائري ومنتخب مصر كذلك. والله اليوم الدراري فرحونا، داكشي اللي ما كناش كنتوقعوا يديروا اليوم صراحه الله فرحونا، ونتمنوا الشفاء العاجل ان شاء الله لخويا ياسين بون ان شاء الله، ونتمنوا ان شاء الله التأهل ان شاء الله في كاس العالم ان شاء الله، ونتمنوا خير ان شاء الله. الله اخترت كاع البدايه ان شاء الله، ولكن ان شاء الله راه كنت سنعجب الحال لكاس العالم، تدناو ان شاء الله في اقرب وقت ان شاء الله. شجعيتك المنتخب ان شاء الله، نتمنوا لهم حد موفق ان شاء الله في خطر ان شاء الله، عيش الملك، عيش سيدنا